فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. ففي زمان الفتن يستحب للعبد أن يعتزل هذه الفتن، وأن يكون حلس بيته، وألا يخالط الناس إلا لمصلحة راجحة. جاء رجل إلى الفضيل ابن عياض وهو جالس في بيت الله الحرام، ومن المعروف أن الفضيل كان يلقب بعابد الحرمين. فجاءه هذا الرجل فقال له الفضيل: ما جاء بك؟ جاي تعمل ايه؟ ما جاء بك؟ قال: المؤانسة يا أبا علي، جاي دردش معك شوية، يعني قاعد زهقان في البيت فقلت أجي أقعد مع الفضيل شوية. المؤانسة يا أبا علي. فقال له الفضيل: بل هي المواحشة والله، فهل تريد أن تتزين لي وأتزين لك، وتكذب لي وأكذب لك؟ فإما أن تقوم عني أو أن أقوم عنك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. هو ده لقاء الناس، قيل وقال، سمعنا وبيقولوا، واحد قال لي وبيحكوا، واحتمال، وفي ناس بتقول، هو ده لقاء الناس. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. حاجة من الاثنين، أخذ علم أو إصلاح حال. واحد مثلا تجالسه، يعني تأخذ من لحظه قبل لفظه، ده لقاء مفيد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على هذه العزلة. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي راه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، هي الأماكن العالية يعني، ومواقع القطر، الأماكن المنخفضة. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. في وقت الفتن كما قلنا ينبغي للإنسان أن يكون حلس بيته، أن يكون حلس بيته. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الفتن فتن، القائم فيها خير من القاعد، أو القاعد فيها، القائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ده الشاهد بقى، قال: كونوا أحلاس بيوتكم.
الحلس اللي هو اللزوم، كونوا أحلاس بيوتكم، يعني كونوا ملازمين لبيوتكم. الإنسان لا يخالط إلا لحاجة وإلا لضرورة. هذا في زمان الفتن. احنا طبعا شايفين الفتن في كل الأصقاع وفي كل على كل المنحنيات، كل شيء سبحان الله في فتن، فتن رهيبة. طيب في زمان الفتن نعمل إيه حتى ننجو؟ إنسان يلزم خاصة نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة، خذوا بحظكم من العزلة. وكان أيضا رضي الله عنه يقول: قال العزلة خير من قرناء السوء. إنك أنت تعتزل وتكون مع نفسك كده أفضل من إنك أنت تخالط أناس سوء، ناس لا تدلك على الله، وناس لا يأخذون بيدك إلى الله عز وجل، بالعكس يضروك. الناس دي لقائهم مش مفيد، بالعكس ناس كما قلنا يعمل إيه؟ يؤزك على الشر أزا، لكن لا يحضك على الخير حضا. لا، خذوا بحظكم من العزلة. وقال أيضا رضي الله عنه: في العزلة خير من قرناء السوء. وكان أبو عبد الله سفيان الثوري رحمة الله عليه، طبعا سفيان ده معروف أنه من أتباع التابعين، قال سفيان رحمة الله عليه: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. ده تخيل سفيان اللي بيقول الكلام ده، تخيل بيقول هذا زمان السكوت، انك انت تسكت، ولزوم البيوت وتلزم بيتك، والرضا بالقوت الى ان تموت. كما قلنا يا اخوانا، الانسان يقوم على اصلاح نفسه وعلى خاصة نفسه، هذا الذي ينبغي ان يكون. كذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب، يعبد ربه ويدع الناس من شره. دول أفضل الناس، مؤمن مجاهد بنفسه وماله، ومؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يعبد ربه ويعتزل الناس أو يدع الناس من شره. دول أفضل الناس. زي ما قلنا يا إخوانا، الإنسان في بعض الأحيان والأوقات في زمان الفتن، وإذا ادلهمت الفتن وكثرت، يستحب له أن يعتزل، يقوم على إصلاح نفسه وعلى خاصة نفسه. ليه؟ لأن كما قلنا العزلة خير من قرناء السوء، خير من قرناء السوء. لذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: نعم صومعة الرجل بيته، يقف فيها سمعه وبصره وعرضه. نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيها سمعه وبصره وعرضه. بيتك هو مملكتك، بيتك مملكتك. يستحب الإنسان إخوانا إذا لم تستطع أن تفيد الناس وأن تخالطهم مخالطة حسنة تنفعهم في أمر من أمور دينهم أو دنياهم، فاعتزلهم. وقد قال الله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد عليه أذى المشركون هاجر عليه الصلاة والسلام، هاجر واعتزل ذلك كله، وترك بلده التي نشأ وتربى ودرج وترعرع فيها عليه الصلاة والسلام، وهاجر إلى مكان آخر يستطيع أن يعبد ربه فيه.
وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد في غار حراء ليستطيع أن هو يعبد الله عز وجل، لأن المخالطة ساعتئذ كانت مضرة. فهكذا كان شأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك كان وهيب بن الورد رضي الله عنه ورحمه يقول: بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت والعاشرة عزلة الناس. الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، 10 في اعتزال الناس. دي السلامة، ودي كلها منبع الحكمة. لما حدثت الفتنة بين الصحابة اعتزل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذه الفتن، حتى جاءه ولده عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك؟ أنت ترضى أن الناس كلها عمالين يتقاتلوا على الملك وأنت تجلس في غنمك كالأعرابي؟ لما جاء رآه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. نزل عمر بن سعد بن أبي وقاص قال له الكلمتين دول. قال له سعد: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا من أحب الناس، عبد تقي غني خفي، لا أحد يعرفه. ولذلك الإنسان يكون في غبراء الناس هذا أحب إليه. لذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إني ابتليت بالشهرة. وكان بعض السلف يقول: وددت أني مت ولم أعرف. طبعا معروف أن سيدنا أويس القرني لما قال لعمر رضي الله عنه، لما عمر قال له: ألا أكتب لك إلى عامل الكوفة؟ قال: لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، إن أنا أمشي كده بين الناس كده ومحدش يعرفني، ده حاجة جميلة جدا. لكن أنت تكون مسلط عليك الأضواء، وتكون مشهور ومعروف، يعني الناس تنظر إلى كل حركة وسكنة، ده أمر صعب، أمر شديد. لذلك الناس مثلا الآن لما ترى واحد شيخ يقعد يبص له يقول لك: شوف بيعمل إيه، هيعمل إيه، هيبص فين، هيتكلم يقول ايه، حد غلط فيه هيرد ازاي، وهكذا. ليه؟ انت اصبحت دلوقتي عليك سبوت، عليك النظرات كلها والعدسات والكاميرات كلها تنظر اليك. ليه؟ لان انت شيخ وملتحي ومربي دقنك، فانت اصبحت بهذه الهيئة وهذا السمت والشكل والدل، اصبحت ايه؟ لك مكانة، فينبغي عليك أن تحترم هذه المكانة وهذه المنزلة. حتى كما قلت، لما أيضا جرى لسعد وتكلم معه بعض الصحابة في أن يخرج معهم، قال لهم سعد كلمته الشهيرة، قال: ألا تعطوني سيفا له عيناني ولسان ينطق يقول: هذا منافق فاقتله، وهذا مسلم فدعه. تدوني كده حد معاه سيف بيتكلم بينطق يقول ده منافق اقتله، وده مسلم دعه واتركه. ثم قال سعد: إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق فأظلمت بهم. يقول أنا وأصحابي زي جماعة كده كانوا ماشيين في طريق، الليل ليل عليهم وهم في هذا المكان. فقال بعضهم: الطريق يمينا فساروا، وقال بعضهم: الطريق يسارا أو شمالا فساروا. قال: وقلنا نحن نمكث حتى تنجلي. قال: فلما انجلت كنا على الأمر الأول. الجماعة اللي قالوا اليمين عملوا إيه؟ اجتهدوا، والجماعة اللي قالوا شمال اجتهدوا. طب احنا كلنا التقينا فين؟ في النقطة اللي احنا قعدنا فيها دي. قلنا: نمكث في مكاننا حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. ده اللي احنا
النبي عليه الصلاة والسلام تركنا عليه الأمر الأول، ما اجتهدناش، إحنا كنا عند النقطة دي كلنا مجتمعين. بعد كده دول اجتهدوا ودول اجتهدوا. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان في زمان الفتن يستحب له أن يعتزل هذه الفتن، وأن يعض على أصل الشجرة أحب من أن يخوض غمار هذه الفتن، لا أن يكون الإنسان معول هدم لا لإخوانه، ولا أن يكون معول هدم لبلده. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإنصاف، ونتقبل منا وإياكم، اللهم آمين. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: هل مجالس تفسير القرآن الكريم ودروس العلم المباشرة عبر الإنترنت تكون في الفضل مثل مجالس الذكر التي تحفها الملائكة؟ نعم تكون كذلك، نعم تكون كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وقراءة القرآن. فإذا وجدت الملائكة حلقة تنادت الملائكة فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا المكان اللي أنتم بتدوروا عليه هنا. يأتون يستمعون إلى الذكر وإلى قراءة القرآن، ثم يصعدون إلى الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم، فيسألهم: ماذا يفعل عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويهللونك ويمجدونك ويكبرونك ويقرؤون القرآن. فيقول سبحانه وتعالى: فماذا يسألوني؟ فيقول: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربي ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: كانوا أشد لها طلبا وعليها حرصا. قال: فمما يستعيذون بي؟ فيقولون: يستعيذون بك من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربي ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: كانوا أشد منها فرقا وهربا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم، في واحد يا رب ما كانش قاعد أصلا في المجموعة دي ولا في الحلقة دي ولا في الجمع الطيب ده، فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر، فإن من صحب الصالحين نال من بركتهم، نال من بركتهم. والملائكة تغشاهم كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. تخيل كده، الله يذكرك: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ده الله، ده رب العالمين سبحانه وتعالى يذكرك. يا تخيل انت يكتب اسمك عند الله عز وجل: فلان الذاكر، فلان القارئ القرآن، فلان التالي لكتاب الله. يا وذكرهم الله في من عنده، ده بإيه؟ بمصاحبتك لأهل الخير، مصاحبتك لأهل البر، للناس اللي بتعينك على ربنا، بتعينك على طاعة ربنا. فبادر إلى صحبة هؤلاء الأخيار. فإن الإنسان يكون ضجيعا في قبره وتتوالى وتترى عليه الرحمات بسبب إيه؟ بسبب مصاحبته لهؤلاء الصالحين. فالإنسان العاقل يا أخواننا والذي يستكثر من صحبة الصالحين، استكثر من صحبة الصالحين وإن لم تكن منهم، استكثر كتر يعني، استكثر من صحبة الصالحين وإن لم تكن منهم. فإن الله عز وجل لما بعث عزيرا بعث معه حمارة، ولما بعث أهل الكهف أرسل وبعث معهم كلبهم. وإخواننا يعني الإنسان كما قلنا يحاول قدر المستطاع أنه يصحب الصالحين، تنالوا ببركة هؤلاء الخير كله، كما قال محمد بن يوسف: قال وأين فين يعني وأين مثل الأخ الصالح، فأهلك يقتسمون مالك
وهو يعني الصاحب الصالح قد تفرد بجدثك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. تخيل أنت تكون ضجيعا في قبرك وتترى وتتوالى عليك الرحمات بسبب إيه؟ بسبب أنت كنت مصاحب واحد في الله، كنت بتجتمع على الطاعة في المسجد، في الصلاة، على قراءة القرآن، تعال نحضر درس علم، تعال نروح نزور مريض، تعال نعمل كذا نعمل كذا، ما فيش بينا أي مصلحة من مصالح الدنيا، لا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا، نحن ما اجتمعنا إلا على طاعة الله، وما تعرفنا إلا في جنب الله. فالإنسان يا أخوانا ينال ببركتها صحبة الصالحين الخير كله، والإنسان برضو كذلك تحفه الملائكة بهذه المجالس الطيبة، تحاول تحضر درس علم حتى يعني تنال البركة. ممكن إنسان يكون طالب علم ويقعد ويحضر ويكتب ويدون ومع ذلك لم يستفد بهذا العلم، لكن الإنسان البسيط اللي قاعد في المحاضرة، في الدرس، في هذا مثلا حلقة القرآن أو ما شابه ذلك أو درس العلم ده، نزلت الملائكة وحفته ونال هو الخير أفضل من طالب العلم ده. بعض الناس بيجلس لنيل هذه الرتبة وهذه الدرجة، إنه إيه؟ تحفه الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. تخيل كده، هذه بركة لا تنال إلا بمجالسة أو مجالس العلم والذكر وقراءة القرآن. فيعني مجالس العلم التي تكون على الإنترنت إن شاء الله تأخذ هذا الأجر إن شاء الله. يقول السائل الكريم: ما معنى من خدعنا بالله إن خدعنا له، وهل هذا يدخل في المنافقين؟ معنى هذا الكلام هو طبعا هو قول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يسرح كثيرا من العبيد عنده. كان العبد عند عبد الله بن عمر إذا أحسن العبادة والصلاة والتبتل لله تبارك وتعالى، كان عبد الله بن عمر يطلق سراحه ويجعله حر لله تبارك وتعالى. فقال له بعض أرحامه إنهم يفعلون ذلك تزلفا، يعني يخدعونك. فقال لهم عبد الله بن عمر: من خدعنا في الله إن خدعنا له. كذلك إنسان يا إخوان، واحد مثلا يعني يخدعك في الله، خلاص تغافل عديها، طالما ينفع تعدي وتمشي خلاص عديها. لكن إنسان إخواننا العاقل هو الذي لا يدقق في كل شيء مع من يحب. إنسان إخواننا ما ينفعش يقعد يدقق في كل حاجة، لا سيما مثلا مع الزوجة مثلا، يدقق ويمقق في كل حاجة، وجبتها إزاي ومنين وعملت إيه ومين اللي. إخواننا الحياة أبسط من كده بكتير، ومن خدعنا في الله إن خدعنا له. لكن الإنسان يا إخواننا يفضل بقى زي ما قلنا يعني يقعد يتزاكى، لا. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفاطن المتغافل. لأن التغافل محمود والغفلة مذمومة. فالتغافل إنك أنت تبقى فاهم بس بتعدي، تبقى فاهم كل حاجة بس بتعدي. ما ينفعش مثلا واحد عمال هو مش في موضوع مثلا مش قادر انه يفتحك فيه، وانت تروح مديها له كده، انت عايز تقول كذا، انت انا فاهمك كاوي، وبلاش اللف والدوران، وبلاش الحركتين اللي انت بتعمله. لا، طالما ان هو يعني بيديك مساحة، هو بيقدرك، بيحترمك، بيجلك، ما ينفعش انك انت تقطع عليه الموضوع بالشكل ده. طالما ان هو برضو لسه في قدر في قلبه لك، ما ينفعش انك انت تهدم ده. فمن خدعنا في الله ان خدعنا له. واحد برضو مثلا هو عايز مثلا يعني حاجه معينه، وانت عارف انه مستحيل ان يقولها او ما شابه ذلك، خلاص عديها. هذا يعني ايه المعنى العام لهذه المقوله. لكن طبعا لا تدخل
في المنافقين. لا، احنا زي ما احنا بنقول ان ده تغافل، والتغافل هذا شيء محمود، بخلاف النفاق. طبعا النفاق هو ان انسان يعني يظهر او يعتقد خلاف ما يظهر. واضح ازاي؟ طيب، يقول تقول انا منتقبة، صديقتي قالت لي النقاب يشوه صورة الاسلام الصحيح المعتدل، وأن المنتقبة قد تفعل بعض الجرائم مستترة بالنقاب، بما تنصحني أن أرد عليها؟ للأسف الشديد الناس يرون الحشمة والوقار، ده يقول لك مش هو ده الإسلام الوسطي. الإسلام الوسطي اللي هو إيه بقى؟ الواحدة تسيب شعرها وتلبس بنطلون وبادي، تلبس هدوم محزقة، هي دي المتفتحة المتنورة، الإنسان اللي هي فهم الإسلام الوسطي كده، يعني ده الإسلام بالنسبة لهم بقى. لا يا إخوان، الإنسان المفروض يتدين لله بما أمره الله. سيبك من الناس، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. الإنسان يسعى في رضا ربه سبحانه وتعالى، حسبك، دعك من الناس. الناس لم تجتمع على خالقها، هل ستجتمع عليك أنت؟ يعني الناس لم تجتمع على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم ويعطيهم، ومع ذلك تلتين الأرض أو أكتر من تلتين الأرض كفار بي. الناس بقى هتجتمع عليك أنت؟ لا طبعا. ولئن رضيت عني كرام عشيرتي فلا يزال لئامها غضبان. بس كده، ده الأمر ببساطة يعني. وبعدين ايه يعني مثلا دلوقتي، مثلا بعض الناس بينتحلوا مثلا مساله النقاب او بيتخفوا فيه، طب ايه المش... طب هل يا اخوانا هل رايتم قط حد طلع عيب مثلا على زي القسيس او الراهبه؟ حد قال لا برضه ما هم ممكن واحد برضه يتخفف زي السيس؟ حد يجرؤ يعمل كده؟ ما يقدرش. ليه؟ لان دول لهم ظهر. طيب يجي بقى ايه؟ إذا قلت لك خلاص الإسلام بقى وده الحيطة الميلة، للأسف الشديد. لكن ما يقدرش حد مثلا زي ما قلت يعيب مثلا على زي راهبة أو على زي قسيس. طب ما هو ممكن واحد برضو يلبس بدلة ضابط ويبقى نصاب أو يبقى حرامي، أو ينتحل مثلا شخصية ضابط ولبس البدلة وهو منتحل أصلا ويعمل بها مصايب وجرائم وكلام زي كده. خلاص بقى نقول للضباط كلهم مش كويسين ولازم يغيروا الزي ده، لان هم كده بيشوهوا صوره مثلا الجيش او الشرطه او ما شابه ذلك. في حد عاقل بيقول الكلام ده؟ النقاب ده يا اخواننا ده رمز للاسلام، رمز للاسلام. وده يا اخواننا اللي هم عايزينه، ان المراه تبقى ايه؟ تنخلع من حيائها بدعوى ان ده تطرف وان انت بتشوهي شكل الاسلام. شكل الاسلام اللي هو ايه؟ ايه هو بقى شكل الاسلام عشان نفهمه بس في المرأة؟ ان المرأة تبقى كوي شعرها، يعني تبقى حتى ميك اب والحاجات اللي بيحطها مثلا، هو ده الاسلام في نظرهم؟ يعني الانسان يا اخوان ده انما ينبغي عليه ان يسعى في رضا ربه سبحانه وتعالى. أما الناس، دعك من الناس، الناس لن يحاججوا عنك أمام ربك، أنت الذي ستحاجج عن نفسك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ دول بقى أفضل ولا دول؟ لكن النقاب بالعكس، النقاب ستر وحياء، والمرأة تحتجب، المرأة تحتشم، المرأة تبقى كويسة. مش معنى ان في بعض المنتقبات وحشين ان المنتقبات كلهم وحشين، لا طبعا. في ناس بتتستر، في ناس بتتستر، في منتقبات مش كويسة، في منتقبات مش كويسة، لكن ده لا يعمم يا اخوانا. المفروض ان المرأة تظهر بمظهر الحيية العفيفة، وهذا يكون في النقاب، في قول الله تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر رضي الله عنه: واضعة خمارها على رأسها.
ده كان في بني إسرائيل. فده يا أخوانا أمر مسنون إن المرأة تكون مستترة، تكون محتجبة، تكون محتشمة. طيب، تقول السائرة: كانت تأتيني الدورة 7 أيام في كل شهر، وبعدها جاءت 9 أيام لمرتين تقريبا، وبعدها 11 يوما، وبعدها جلست أنتظر الطهر لمدة 15 يوم ولم أره، فعلمت أنه يجب الأخذ بعادتي الأولى. هل يجب أن أغتسل بعد مرور اليوم 7 من أنتظر 9 أيام؟ لا، المفروض أن المرأة عارفة مثلا أن مدة الحيض عندها قد إيه، وده يكون إيه كإطار عام وسطي مثلا على مدار السنوات كلها المضت هذه، عارفة مثلا أن الدورة تمكث عندها 7 أيام أو 9 أيام على حسب ما يكون. خلاص، تعمم هذه الفترة، تعمم هذه الفترة. طيب، تقول السائلة: يقال إن دخول الحائض على النفساء يكبس اللبن، وكذلك وضع دم شيء مذبوح على رأس المولود إذا كان تعبان ويبكي كثيرا، هل هذه الأقوال صحيحة أم من الخرافات؟ لا طبعا من الخرافات، هذا أمر ما دل عليه دليل شرعا أصلا. مفيش حاجة اسمها أن واحدة مثلا حائض تدخل على امرأة نفساء لسه والدة تكبس عليها الدم، تكبس إيه؟ للأسف هذه خرافات وترهات النساء عايشين فيها، وطبعا خاصة الناس الكبيرة، يعني خاصة برضو الناس اللي عايشين مثلا في الأرياف أو في الصعيد أو كده، عندهم اعتقادات خاطئة كثيرا جدا في هذه الأمور دي. يا أخواننا ما دل عليه دليل، لا شرع ولا دين ولا عرف ولا أي حاجة خالص. طبعا ممكن عرف يكون الكلام ده، لكن طبعا العرف ملوش قيمة. إزاي مثلا واحدة عندها عذر وعايزة مثلا تروح تشوف أختها، تشوف بنتها، تشوف قريبتها، نقول لها لا ما تروحيش عشان ده أنت تحبسي أو تكبسي الدم زي ما بيقولوا؟ الكلام ده كلام باطل يعني. وبعدين المولود عشان بيعيط كتير نحط له دم، نذبح ونحط دم على دماغه؟ مين اللي قال الكلام ده يا إخوان؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ إخواننا الدين سهل والحياة أبسط من كده بكتير، بس إحنا اللي بنعقد حياتنا بإيدينا، إحنا اللي بنعقد الدين برضو بنفسينا. لكن الحياة والدين سهل جدا جدا جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر. ده بس كلمة عامة شاملة، كلمة عامة وشاملة، إن الدين يسر. مكمن الدين كله على التيسير. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ده منطلق الإسلام، إنك أنت تكون إنسان سهل، بس مش إنسان معقد، مش إنسان بتفتكس وتخترع حاجات من عندياتك ومن دماغك وعايز تعممها وعايز تشرعنها. لا يا إخوانا الكلام ده غلط. في مسألة كبس الدم والكلام ده كلام ملوش أي قيمة. طيب، تقول السائلة: كثيرا ما أدعو الله بأمور وقد يصل لحد البكاء، وبعدها يكون الأمر على وشك الحدوث، وأفرح وأقول قد استجاب الله وأحمده وأصلي وركعتين شكر، بعدها بمدة قصيرة جدا يصعب الأمر ويستحيل ولا يحدث نهائيا، تكرر هذا الأمر كثيرا وبدأ يؤثر على نفسيتي، وأحيانا أدعو الله وأقول لنفسي إن الله لا يسمعني ولا يجيبني والعياذ بالله. طبعا يا إخواننا الإنسان وصفه ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه بقوله: خلق الإنسان من عجل، وقال سبحانه وبحمده: وكان الإنسان عجولا. ده وصف الإنسان، ربه الذي خلقه وصفه بهذا الوصف، إنه عايز كل حاجة بسرعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. أنت بتقيس الأمور كلها بدماغك. هو إيه إخوانا فايدة دعاء الاستخارة؟ إنك أنت، أنا كبني آدم جاهل، أنا كبني آدم معرفش، ما هو ده معنى الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك،
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، أنا رب جاهل، وتقدر ولا أقدر، أنا يا رب ماليش حيلة، يا رب ماليش حيلة، أنت يا رب اختر لي، اختر لي الأصلح الذي يناسبني الذي يصلح حالي. هو ده معنى الدعاء الاستخارة. لكن إحنا إنسان يا أخوانا قد يطلب بعض الأشياء التي تكون فيها هلاكه. فالإنسان مننا يا إخوانا لكونه جهول، وجهول ده وصف رباني طبعا من ربنا سبحانه وتعالى، إنه كان ظلوما جهولا، لكونه جهول عايز إيه؟ يا رب اديني دي، يا رب أنا نفسي أتجوز دي، يا رب أنا عايز المشروع ده. طب أنت المشروع ده هيضيعك، والمشروع ده هيخسرك، والمشروع ده هيحبسك يا مسكين، ومع ذلك عمال حريص ويوقف حياته ودنيته علشان المشروع. عايز يتجوز فلانة، طب فلانة خلاص الدنيا رايحة وجاية والموضوع مش ماشي والدنيا مش راسية و و و، لا يا رب ايه دي، ووقف حياته ويقول لك انا هنتحر لو ما اتجوزتهاش، وهي نعم مش عارف ايه وانا طب ما هي دي مش سعادتك، مش هي دي المكتوبة لك. وهو أنا وأنت نجري في مقادير الله، أنا وأنت نجري في مقادير الله، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فده أشياء كلها مكتوبة، أشياء مكتوبة، إن أنا هتجوز فلانة وفلان هيفتح المشروع الفلاني وفلان هيروح في الساعة الفلانية المشوار دي. يا أخوانا مفيش حاجة في الكون ده عبثا، مفيش حاجة اعتباطا، مفيش حاجة حيثما اتفق، ده في حياة ده إحنا كبني آدمين نعمل كده، لكن الكون يجري بنواميس معينة، كل شيء دي هدف، مفيش حاجة اعتباطا كده وجات كده اطلاقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الأمة، مش واحد ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة، لا، الأمة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بس ببساطة. فأنت مش مكتوب لك الأمر ده، خلاص تحزن ليه؟ لا، هو ده الخير، هو ده اللي ربنا كتبه لك، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هو ده يا إخوان، ده اللي احنا محتاجينه. لكن بقى أنا بقى أظن في الله ظن سوء إن عشان ربنا ما ادانيش الحاجة دي يبقى أصلي. في بعض الحمقى بيتحامق، بيظن مثلا ان هو ايه، لو ربنا ما اعطلوش الشيء المعين ده يعاند ربنا. يا ابني ده انت غلبان، ده انت مسكين، ده انت جاهل، انت بتعاند ربنا. هو انت متخيل انك انت بتعاند ربنا؟ اطلع، ده انت مسكين صحيح. يا عبادي، يقول في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خالص يعني. فأنت اغسل يدك، وعليك بالرضا، إنك أنت ترضى بالله وبقضاء الله وبما كتبه الله لك أو عليك. الرضا، الرضا ده أنت تؤجر عليه، لكن الاعتراض لن يكون إلا ما قدره الله. والاعتراض ده محل إنك أنت بتشيل أوزار قد كده أصلا. فأنت الرضا ده يا إخواننا من عند الله. طيب، يقول: أعلنت الجامعة التي أدرس بها أن بعض الامتحانات سيكون أداؤها بشكل إلكتروني بسبب كورونا، وصرحت أن الامتحان أوبن بوك، وأي جزء استخدام المصادر أثناء الامتحانات، فهل يجوز أن أتفق أنا وصديق نتعاون معا أثناء الإجابة على باعتبار أحد المصادر؟ لو الأمر ده عرفا معروف في الجامعات لا بأس، لكن لو ده الجامعة أو الكلية مش لم تأذن فيه ان الاشتراك يكون جماعي، يعني ما ينفعش. طالما ان الكلية قالت ان اوبن بوك ده بالنسبة
للفرد يبقى خلاص ما ينفعش انك انت تشرك واحد تاني، ما ينفعش انك انت تدخل واحد انتوا الاثنين في الامتحان، ده ما ينفعش. من غش فليس منا، من غش فليس منا. بس يعني زي ما قلت، لو الكلية قالت ان الاوبن بوك ده لكل فرد يبقى ما ينفعش انك انت تستعين بواحد تاني، لكن لو في تعاون في الامتحانات وما اظنش هذا يعني، يبقى ده خلاص تمام. طيب يقول السائل الكريم: هل مساعدة احد على التذكر اثناء الامتحان يكون مذاكرا جيدا ولكن نسي فقط ويريد احد ان يذكره، ولذا يعد غشا واحد في الامتحان؟ نسي معلومة، نسي حاجة، لو واحد قال له كلمة هتفتح معاه بقية الامتحان. زي مثلا ممكن واحد مثلا في الامتحان القرآن مثلا يعني ارتج عليه، واحد لو قال له لفظة فقط هيجيب اخر السورة تمام. اللي في الحالة دي زي دي ممكن تفتح عليه، ممكن تقول له بس مش تغششه الامتحان، هو عايز معلومة، معلومة واحدة بس هيفتكر بيها بقية الامتحان او بقية المعلومات. خلاص في الحالة دي مفيش مشكلة ان اقول ليه؟ لأن الشارع أذن في الصلاة اللي هي أجل عبادة بعد التوحيد، إن الإمام إذا أرتج عليه تفتح عليه تمام؟ مش يخرج من الصلاة بقى، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام نسي، وهو الشارع هو المشرع عليه الصلاة والسلام نسي، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لما أرتج عليه قال عليه الصلاة والسلام: أليس فيكم أبي بن كعب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لماذا لم تذكرني؟ قال: ظننت أنها قد نسخت تمام. فده الشارع، ده النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنزل عليه القرآن ومع ذلك نسي. فمش مطالب مننا احنا يا اخوان نكون معصومين، نحن نكون الناس ما يعني مخلصة، لا، بس زي ما قلت لو الانسان ده انت بالمعلومه اللي انت هتقولها دي هتفتح عليه باب ان يستذكر باقي المعلومات، لا باس، لا باس انك انت تذكره، لا باس انك انت تفتح عليه، لا باس انك انت تقول له الكلمه او المعلومه البسيطه دي، ده ماذون فيه. لكن زي ما قلت بقى هتغششه الامتحان كله، هتقعد تقول له كلمه يقول لك ايه، طب قول لي السؤال اللي بعده، طب النقطه لا، ده كده غشاش، ده غشاش، لان محتاج حد يمليه الامتحان. لكن واحد انت هتقول له معلومه وانت عارف متيقن جدا ان ده انسان محترم، شخص كويس انت عارفه مسبقا، بس سبحان الله يعني نسي، ممكن مثلا لهول الامتحان او الصدمه او مخضوض او او او، ده شيء طبيعي وشيء وارد جدا، شيء وارد ان اي حد ممكن ينسى، اي حد ممكن يشكل عليه. طب الحد ده هنعمله، هنسيبه كده بقى يضيع نفسه ويضيع مستقبله عشان خاطر احنا ما قلناهوش كلمه هيفتكر بقى بقيه الامتحان؟ لا طبعا. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم التوفيق والسداد، ونساله سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم فيما راضيه، وان يستخرج منا واياكم ما يرضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.